بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ولكم وبكم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة الحضور الكريم، شباب مصر والعالم. سيدي الرئيس، أمنتم بالشباب حاضر ومستقبلا وأملا لأمتنا، محرك دافع لنهضة تستحقها مصرنا، فأصدرتم قرار بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب في أغسطس عام 2017، وشرفتموها برئاستكم لمجلس أمنائها في رسالة تؤكد لمصر والعالم على وجود إرادة سياسية حقيقية للاستثمار في أغلى ثرواتنا، الثروة البشرية والتي يحتل شبابنا النصف منها. السيد الرئيس، من كلماتكم عن رغبتكم بإنشاء أكاديمية جديدة بمؤتمر حكاية وطن عام 2017، استلهمنا رؤية ورسالة وخارطة طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب. اسمحوا لي أن أقتبس منها بضعة كلمات. عاوزين لما نعملها نديها الجدارة، نديها الجدية، وتفضل تقوم بدور حقيقي علشان ننتقي أفضل العناصر الموجودة في مصر، علشان اللي يجي يقف مكاننا بعدينا ومعانا يبقى مسؤول وقادر على قيادة الدولة وحمايتها والرقي بيها، ما يجيش يتعلم فيها. كانت رسالتكم سيادة الرئيس جلية وواضحة برغبتكم في كيان مختلف بعيد كل البعد عن كون مؤسسة تدريب نمطية، كيان قادر على إفراز وتأهيل رجل دولة ذو طراز فريد كما تستحق مصر وكما يليق بالجمهورية الجديدة. فكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروع مصر القومي لبناء الإنسان وقبلة التغيير والإبداع وتقديم المعارف متعددة التخصصات والحلول المبتكرة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وأصبحت بنكاً للقيادات ومصنعاً للقادة. السيد الرئيس، أقدم لسيادتكم اليوم حصيلة ما حققته الأكاديمية من أعمال تنوعت بين برامج تدريب وخدمات استشارية وشراكات دولية والحصول على اعتماد دولي من أحد أعرق مؤسسات الاعتماد المتخصصة في العالم. وهنا أود أن أشكر السيد ريس هيلفر ممثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر وللتدريب، وذلك كله سيدي خلال 48 شهراً هم كل عمر عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب. كما أريد أن أؤكد سيادتكم أن كل ما تم بمجهود زملائي من العاملين بالأكاديمية والمدربين بها دون اللجوء لبيوت خبرة متخصصة في هذا الشأن أو لخبرات أجنبية. أما عن نشاط التدريب فلقد نجحت الأكاديمية حتى الآن في تدريب أكثر من 28,820 ألف متدرب بمصر وأفريقيا من خلال 47,800 ساعة تدريب قدمتها الأكاديمية من خلال 159 برنامج ل 49 جهة متنوعة، وإحنا مستعدين لليمن حضرتك يعني. وتمثلت البرامج في المدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة ببرامجها المتنوعة، وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وبإذن الله هذا العام سنطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الباحثين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب العربي للقيادة. ثانياً، مدرسة القيادة للعاملين بالدولة، وشملت برامج للمرشحين للعمل بمختلف مؤسسات الدولة أو المرشحين لشغل مناصب قيادية أو المرشحين للابتعاث بمختلف جامعات العالم أو للعمل بمكاتب تمثيل بالخارج ومختلف تخصصاتها، بالإضافة للعديد من البرامج النوعية لقيادات الدولة المصرية. فعلى سبيل المثال قدمنا برامج للمجلس الأعلى للجامعات ومساعدين وزير العدل ونواب المحافظين وسكرتيري العموم بالمحافظات وشباب الدعاة ومستشاري مجلس الدولة ومستشاري هيئة قضايا الدولة ومستشاري النيابة الإدارية والمحامين العموم وأول 11 عضوة بتاريخ النيابة العامة وغيرها من البرامج التي نعتز بها. وحينما جاءت جائحة كورونا لتلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة ومنها التدريب، استطاعت الأكاديمية تخطي هذه الجائحة عبر عدد من حلول الإجراءات، فأطلقت منصتها الرقمية للتعليم التفاعلي في إبريل عام 2020 بهدف توفير قنوات رقمية متعددة لتخدم أدوار الأكاديمية التدريبية والمعرفية وضمان استمرار دورها التدريبي خلال الجائحة، وتم التدريب على المنصة بمعدل 116,062 ساعة تدريبية. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم،
لم تكتفي الأكاديمية الوطنية بمدارسها المختلفة للقيادة، فتبنت عددا من المبادرات القومية الهادفة إلى تطوير إمكانات ومهارات العاملين بدولاب الدولة. فقدمنا مبادرة المسؤول الحكومي المحترف، والتي استهدفت مقدمي الخدمات في الشباك الأمامي لما في ذلك من أثر على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من الدولة. فقمنا بتدريب 6306 متدرب في 22 محافظة حتى الآن. كما قدمنا مبادرة ديواني كفء، وتستهدف العاملين بالمكاتب الفنية والإدارات التابعة للسادة المحافظين لما في ذلك من أثر مباشر على رفع كفاءة وإنتاجية المحافظات بالإعداد وتأهيل الجيد للعاملين بصفة مباشرة مع متخذي القرار. وقد تم تدريب عدد 593 متدرب في 4 محافظات حتى الآن. وبذلك وعبر برامجها التدريبية ومبادراتها المختلفة، قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالربط بين كافة المستويات ودوائر العمل في الدولة المصرية لتمكين الخريجين من اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الدولة وخططها بكفاءة لخلق مجتمع واعٍ ومسؤول. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، تفخر الأكاديمية كذلك بخوضها في مجال تقديم خدماتها الاستشارية لعدد من الجهات الحكومية، وبدأت خدمة الاستشارات بوزارة التنمية المحلية من خلال العمل على تطوير مركز سقارة الخاص بتأهيل موظفي الإدارة المحلية، وما زال العمل جارياً ليكون المركز مؤسسة تدريبية مطابقة لأحدث معايير التدريب للعاملين بالإدارة المحلية. وكذا تقديم خدمة الاستشارات لمحافظة كفر الشيخ من خلال تدشين مركز استدامة للتدريب والتطوير والمنوط به تدريب ورفع كفاءة موظفي المحافظة، وقد تم افتتاحه في شهر نوفمبر الماضي. بالإضافة لعدد من الاستشارات الجاري إتمام اتفاقاتها حالياً سواء مع دول عربية شقيقة أو مع بعض المؤسسات الوطنية. من ناحية أخرى، تقوم الأكاديمية بتقديم حزمة من الاختبارات وعمليات التقييم المختلفة المطلوبة لترقية أو لاختيار العناصر القيادية في مختلف مؤسسات الدولة وانطباق معايير رجل الدولة عليهم. وقد استفاد من هذه الاختبارات عدد 33 جهة بمعدل 37,866 متقدم للاختبارات. وعلشان تكون الاختبارات قاسية وحزمة سيادتك، فنسبة النجاح لا تتعدى 50%، وفي بعض البرامج زي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لا تتعدى نسبة النجاح 1% من المتقدمين. ولأننا لسنا بمعزل عن العالم، وحيث ينبغي البدء من حيث انتهى الآخرون، فكان لزاماً التواصل مع كبريات المؤسسات في العالم للتعرف على أحدث الخبرات العالمية في مجالات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا. لذا قامت الأكاديمية بعقد العديد من الشراكات مع المؤسسات النظيرة في فرنسا وسويسرا وهولندا وكوريا الجنوبية من أجل نقل وتمصير تجاربهم والاستفادة من أحدث ما توصلوا إليه والمشاركة في تدريب متدربين وأطقم الأكاديمية. وستظل الأكاديمية في سعيها الدائم حريصة على عقد الشراكات مع أعرق الجهات القادرة على تقديم قيمة مضافة لنشاطاتها. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، تسعى الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر خطة مستقبلية طموحة للحفاظ على ما حققته من مكتسبات وتطوير خدماتها وبرامجها لضمان مواكبة أحدث مؤسسات التدريب العالمية، وكذلك التوسع في تقديم برامج نوعية جديدة سواء في بعض الدول العربية أو الأفريقية كمرحلة أولى أو لفئات مختلفة لم تحظى بالتدريب مسبقاً ضمن برامج الأكاديمية، مع الحفاظ على جودة التدريب وعدم التهاون في معايير اختيار المرشحين وقبوله دوماً الأكفأ والأصلح ومنح فرص متساوية للجميع لضمان سيرورة الأكاديمية في مصاف أبرز مؤسسات التدريب حول العالم في السنوات القليلة المقبلة، قادرة على تدريب وتأهيل كوادر مميزة ليساهموا في نهضة الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 والنهوض بالدولة المصرية في مختلف القطاعات. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، إن جميع ما تقدمه الأكاديمية من جهود نفخر ونعتز بها، إلا أنه يأتي في القلب منها منتدى شباب العالم. تلك الفكرة التي طرحها شباب مصر واستجبتم لها سيادة الرئيس وأمنتم بحلمهم الذي تحول إلى واقع نتواجد الآن في النسخة الرابعة منه. ولقد كان تشريف ضيوف مصر الكرام من قادة العالم وشبابه ونخبته هو دورة التاج التي أسعدتنا كثيراً. وخلال ما شهده المنتدى من فعاليات ناقشت عدد كبير من الموضوعات والقضايا الهامة، فقد خرج المنتدى بمجموعة متنوعة من التوصيات كمحصلة للنقاشات الثرية خلال ورش العمل والجلسات، والتي ستقوم إدارة المنتدى باستعراضها على الجهات والمؤسسات الدولية المعنية. وقد تضمنت توصيات شباب العالم ما يلي: 1. الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا، والذي يجمع بين رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار
وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل. 2. دعوة منظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف ومتبادل باللقاحات. 3. توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لإنتاج المياه بتكلفة أقل وضمان تحقيق أقصى استفادة منها. 4. الدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقراً. 5. ضرورة إشراك الشباب في قضايا التغيير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي. 6. الدعوة لإدراك قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي. 7. الدعوة لتوحيد الجهود الأممية بتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة. 8. إطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة. السيد الرئيس، الحضور الكريم، كل فخر أن ما أنجزته الأكاديمية للتدريب قد تحقق بسواعد وجهود مصرية شابة متوسط أعمارها 35 عاماً آمنوا برسالة الأكاديمية وقدرتها على التغيير، آملين أن يكون خريجي الأكاديمية ذخراً للوطن وعمائد الجمهورية الجديدة وفاعلين في مسيرة التنمية والتطوير التي انطلقت منذ 7 سنوات، ونسأل الله أن تستمر هذه المسيرة حتى تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها والتي بدأت في استعادتها. وختاماً أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لسيادتكم على دعمكم وثقتكم المستمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.